أي خدمة تاني؟ أرضين، وإيه اللي جابني هنا؟ وإنت عايز من إيه؟ متخافش، لو كنا عايزين نأذيك كان زمانك ميت. فاطمن على الآخر، أنا محتاجك. اتفضل اقعد. انت مين؟ ومحتاجني في ايه؟ انا فامباير ومصاص دم بالعربي، ومحتاج لك تعالجني نفسيا. مش انت طبيب نفسي؟ طب ما جبتش العيادة ليه؟ ده احنا خيرنا عليكم. طب ممكن نقعد؟ اتفضل. اتفضل اقعد. أنا سامعك. سبب وجودك هنا إني حابب أكون على راحتي، وإلا بضطر كتير أغير في مظهري عشان أقدر أختلط بالناس من غير ما يخافوا مني، ودي جلسة علاج نفسي، ففضلت إني أكون على طبيعتي. طب وأضمن منين إنك ما تأذنيش؟ عهد مين ده؟ عهد مين؟ عهد فامبريسو. هات هنا. وعهد فامبريسو ما أزيد. خلاص؟ اطمنت؟ طبعا أنا كده اطمنت. ولو شريت دمي هتعمل إيه؟ هتصوم 3 أيام؟ أنت بتستهزأ بعهد فامبريسو؟ لا أنا مش قصدي أنرفزك، بس بصراحة مستغرب وقلقان. أعتقد ده من حق. ما قلت لك من البداية ما تخافش، لو كنا عايزين نأذيك كنا أذيناك. الموضوع بسيط. طب اتفضل، إيه المطلوب مني؟ طب نشرب حاجة الأول. بس انا اكيد مش هشرب دم. لا فهمت. انا تعبان نفسيا يا دكتور، مخنوق ومش عارف ايه اللي مضايقني، ولا عارف اخلص من اللي انا فيه ده ازاي. واتمنى انك تساعدني. طب أنا هسألك سؤال، هو سؤال بعيد شوية، هو ممكن يكون بسبب إنك بتمص دم الناس؟ أنا فكرت كتير في الموضوع ده وكذا مرة،
حلو جدا، ده كلام عظيم. وبعدين؟ ما لقيتش خالص من السبب يا دكتور. انا قلت كده برضه. اسمح لي اسالك سؤال تاني، احساسك ايه وانت بتبص دم الناس؟ احساس عظيم جدا يا دكتور، خاصه لو كنت بحاول عشان يبقى بامبير، مش بنص دمه كله واموت، يبقى في منتهى السعاده حتى لو كنت في قمه العطش. هو اكيد طبعا احساس عظيم، بس ايه اللي بيخليك انت سعيد قوي كده؟ ازاي بقى يا دكتور؟ انا بخلي انساني يرتقي، انساني حقير فاني ضعيف يبقى بعير عظيم خالد قوي. طب نفترض مثلا يعني ان حد من اللي انت حاولتهم دول مش عايز يتحول. لا 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 لا، خلي بالك بقى يا دكتور، انا مش بحاول اي حد كده وخلاص، لازم التحول ده يكون بكامل ارادته الحره وباختيار. انا مش بجبر حد ابدا. ده كلام محترم وجميل جدا، ما كنتش متخيله خالص. طب ممكن اعرف اللي بيختاروا انك تعضهم ويتحولوا دول بيختاروا الاختيار ده ازاي وليه؟ ثلاث اختيارات يا دكتور، أنا هقول لك عليهم. الاختيار الأول إنه يدفع لنا إحنا مجتمع فامبايرز 30 لتر دم كل شهر. يا نهار أسود، 30 لتر دم يجيبهم منين؟ يا دكتور ما تهولش الأمور، لو غني الموضوع بسيط، يشتري ويديهم. طيب إيه الاختيارين التانيين؟ الاختيار التاني الموت. يموت وتنتهي حياته. أما الاختيار الثالث بقى، نعده عضة بسيطة ونص دم بسيط منه ويتحول لفامباير. وغالبية الناس يا دكتور بيختاروا الاختيار الثالث ده، وهم بكامل إرادتهم وبدون أي إجبار. كده أنا فهمت. أنا كنت فاهم الموضوع غلط خالص. طب سؤال تاني، مفيش حد بعد ما حولته الفامباير اتضايق إنك حولته فامباير؟ أبدا. واسأل أي فامباير أنا حولته أو غيري حولته، هيقول لك مفيش أحلى من حياة الفامبايرز، حياة مريحة عظيمة وكلها قوة. طب موضوع انكم ما بتتحركوش غير بالليل ما بيضايقش الفامبايرز الجداد؟ لا ده كان زمان يا دكتور، دلوقتي الفامباير بيقدر يعيش بالنهار وفي النور وبنلف بلاد العالم كلها. والبركه فيكم، على الرغم ان الشمس بتغرب عندكم. عظيم عظيم. نرجع بقى للي اتحولوا دول وخصوصا على ايدك، مفيش حد من اللي انت حولتهم دول واختاروا بكامل ارادتهم طبعا انهم يتحولوا ندم على اختياره ده؟ لا يا دكتور مفيش الكلام ده، واي كلب اتضايق انه اتحول بالخزوة او بالخزوة الخشب ونقطع راسه ونحرقه. انت عارف الفامبايرز بيموتوا ازاي؟ طب ليه كده طيب؟ انا اقصد يعني اعرف الحكمة وراء الخطوة دي عشان اقدر احلل الشخصية.
وأقدر أساعدك بالكلام. يعملوا لنا دعوة شوهان كذا، كل واحد يتكلم وغيره يسمعه ويعملوا لنا بلبلة، فبنقضي على المشكلة قبل ما تبدأ يا دكتور. يعني اللي أنا فهمته إن ممكن إن حد يتحول وما يبقاش عاجبه إنه يتحول، وطبعا مش هيتكلم، مش كده؟ تقصد الفيجيتيريان؟ لا لا، دول مش بياكلوا خضروات زي ما انت فاهم، دول مش بيرضوا يمص دم البشر زينا. طب ودول بتعملوا معاهم ايه؟ وعلاقة السؤال ده بموضوع كل حاجة ليها علاقة. ما انا لازم اعرف بالظبط كل حاجة حواليك عشان اقدر اساعدك. اولا دول مش معانا ولا عليك، فبنسيبهم وسطينا، من المحتمل ان هم يقتنعوا في اجتماعاتنا او على ولادهم معانا، واحنا الاغلبيه وصوتنا اعلى. انت ليه شايف ان الفامباير احسن من انه يكون انسان عادي؟ بمعنى مش يمكن يكون الراجل العادي الكادح ده راضي بحياته كده وسعيد ومش عايز يتحول رغم انه ولا خالد ولا قوي ولا عظيم؟ الفامبريسو كتابنا عظيم مذكور فيه كل شيء، سواء انت تتخيله او ما تتخيلوش. لدرجة انه قايل لنا انت بتفكر في ايه دلوقتي. الفامبريسو ذاكر ان احنا الفامبايرز اعظم واعلى من كل البشر. ياه، قايل انا بفكر في ايه؟ طب يا ترى انا بفكر في ايه؟ انك انت وكل البشر بتكرهونا، مش صح كده يا دكتور؟ طبعا اكيد الفامبريسو صحيح، انا ما اقدرش اكذبه، انا فعلا مندهش ازاي الفامبريسو قدر يعرف ان البشر بيكرهوا مصاص الدماء اللي بيمصوا دمهم. امر مدهش فعلا. عشان كده احنا الافضل يا دكتور، واضح كده انك ما فتنيش. انت بتجيني عند البامبريسو؟ دي مشكلتك انك ما تكونش قريت البامبريسو. البامبريسو ذاكر ان الحرب خدعه.